أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على إكسترا نيوز. أترك لكم الآن هذه التغطية الإخبارية لأهم ما تناولته الوكالات العربية والدولية مع زميلي في بث مباشر محمد بهاء مراسل إكسترا نيوز. محمد، أرحب بك. كل التحية لك نانسي، ولكل التحية بالطبع للسادة مشاهدي إكسترا نيوز في هذه الجولة الصباحية لأبرز وأهم الأخبار التي تناولتها الوكالات الدولية والعربية مشاهدينا الكرام. والبداية مع وكالة الأنباء السعودية المعروفة اختصارا باسم واس، والتي تناولت هذا الخبر بعنوان: خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني. وجاء في متن هذا الخبر: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأعرب الرئيس الصيني خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار المملكة، وأكد على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها، مبديا تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها. إلى وكالة الأنباء الفرنسية المعروفة اختصارا باسم فرانس بريس، والتي أوردت هذا الخبر مشاهدينا الكرام: ترامب يرسل تعزيزات إلى الخليج ويعزز العقوبات على إيران. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران لتصبح العقوبات الأقصى على الإطلاق التي تفرض ضد دولة، في وقت أعلن البنتاغون إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، ومذكرا بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية بلا طيار في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيتين سعوديتين يشكل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني، وأوضح أنه استجابة لهذين الطلبين وافق الرئيس على نشر قوات أمريكية ستكون دفاعية بطبيعتها وتركز بشكل أساسي على سلاح الجو والدفاع الصاروخي. وكالة الأنباء الفرنسية إلى وكالة الأنباء الصينية المعروفة اختصارا باسم شنخوا، والتي أوردت هذا الخبر مشاهدين الكرام:
شيء يحث على تعزيز التشاور السياسي في الصين، وجاء في متن هذا الخبر. شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على تدعيم نظام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وتحسين عمله فيما يتعلق بالتشاور السياسي والإشراف الديمقراطي والمشاركة في شؤون الدولة والمناقشات الخاصة بها. وأدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية، أدلى بتلك التصريحات خلال المؤتمر المركزي بشأن عمل المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والذي يتزامن انعقاده في بكين مع الذكرى 70 لتأسيس المؤتمر الاستشاري السياسي. وأشار شي إلى أن المؤتمر يمثل إبداعا عظيما في النظام السياسي الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني وغيره من الأحزاب السياسية، فضلا عن الشخصيات بدون الانتماءات الحزبية ومنظمات شعبية، بل وأفراد الشعب كله من كل المجموعات القومية وكل مناحي الحياة في عملية سياسية عظيمة جرت تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. وكالة الأنباء الكورية الجنوبية المعروفة اختصارا باسم يونهاب، والتي أوردت هذا الخبر. سيول وواشنطن تبدأان مفاوضات حول تقاسم تكاليف الدفاع الأسبوع المقبل. من المنتظر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات في سيول الأسبوع المقبل بشأن تقاسم تكلفة تواجد القوات الأمريكية، ومن المحتمل أن تعقد سيول وواشنطن الجولة الأولى من المفاوضات حول نشر القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، البالغ قوامها 28,500 جنديا يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما صرح المصدر لوكالة يونهاب للأنباء. وقال المصدر إن جيمس ديارت من وزارة الخارجية سيرأس الوفد الأمريكي. إلى ذلك قال مسؤول سيول إن كوريا الجنوبية لا تزال تنفذ إجراءات داخلية لاختيار كبير مفاوضيها للمفاوضات المقبلة، لكن كونغ أون بو، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة المالية، تم ذكره كمرشح على الأرجح. وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إلى وكالة رويترز للأنباء، والتي أوردت هذا الخبر مشاهدين الكرام. مسؤول يؤكد على أن ترامب سيلتقي مع زعماء دول من بينها مصر والعراق بنيويورك. قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءات منفردة مع زعماء باكستان وبولندا ونيوزيلندا وسنغافورة ومصر وكوريا الجنوبية وبريطانيا والهند والعراق
واليابان والسلفادور وأوكرانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأضاف المسؤول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيبحث الملف الإيراني خلال اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. إلى وكالة الأنباء السورية المعروفة اختصارا باسم سانا والتي أوردت هذا الخبر مشاهدينا الكرام. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في قطاع غزة. أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة 75 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان جمعة مخيمات لبنان في قطاع غزة المحاصر. وذكرت وكالة مع أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة وقنابل الغاز السام على المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع والبريج وخان يونس ورفح، ما أدى إلى إصابة نحو 65 فلسطينيا بجروح مختلفة بينهم مسعفان وطفل والعشرات بحالات اختناق. ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قمع القوات الاحتلال مسيرات العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها في 30 من آذار 2018 وصل إلى 310، إضافة إلى إصابة أكثر من 30,000 بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز. من وكالة الأنباء السورية إلى وكالة الأنباء الجزائرية والتي أوردت هذا الخبر بعنوان 14 جزائريا يسحبون استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية. وجاء في متن هذا الخبر مشاهدينا الكرام: سحب 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات حسب ما علم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح المكلف بالإعلام لدى هذه السلطة علي ذراع أن من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد ممثلي أحزاب وآخرين أحرار، ومن بين الذين سحبوا استمارات اكتتاب ذكر المتحدث السيد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، عبد القادر بن قرينة رئيس حزب البناء، علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، ومراد عروج رئيس حزب الجزائر للرفاة. وأوضح السيد ذراع أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات تجري في ظروف حسنة، خاصة في المقر الجديد المتواجد بنادي الصنوبر والذي يتوفر على جميع المستلزمات التي تسهل من مهمة طاقم اللجنة. We'll be right back.
وإلى وكالة الأنباء الروسية المعروفة اختصارا باسم سبوتنيك والتي أوردت هذا الخبر. مبعوث بوتين الخاص إلى الشرق الأوسط يبحث مع مجلس النواب المصري القمة الروسية الإفريقية، وجاء في متن هذا الخبر مشاهدين الكرام. التقى المبعوث الخاص الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بمقر وزارة الخارجية، التقى بوفد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: نوقش خلال اللقاء القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية المصرية، بما في ذلك القمة الروسية الإفريقية برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والتي ستقام في سوتشي في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وبحسب الخارجية جرى خلال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين موسكو والقاهرة من أجل حل النزاعات العسكرية السياسية والقائمة في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم. وكالة الأنباء الروسية إلى آخر أخبار جولتنا الصباحية مشاهدين الكرام، وخبر أوردته وكالة الأنباء التونسية بعنوان: الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة مواصلة تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية. أكد الرئيس التونسي محمد الناصر لدى لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر قرطاج على ضرورة مواصلة تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتدعيم المسار الديمقراطي في البلاد وتعزيز مكانة تونس بين الأمم. وأوضح الشاهد وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الأوضاع العامة بالبلاد ومستجدات المسار الانتخابي، كما أكد في هذا الصدد تقدير رئيس الجمهورية لمجهودات الحكومة في تأمين حسن سير الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة والتي حظيت بإجماع داخل الوطن وخارجه حول نزاهتها وشفافيتها. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولة لأبرز وأهم الأخبار التي تناولتها الوكالات الدولية والعربية. أشكركم على كرم المتابعة. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى إلى الزميلة نانسي نور في استوديو إكسترا نيوز. أرجوكم ابقوا معنا.